بصراحة طريق الفيزا سهل جدا للكويتي. جميل. في البداية في اتفاقية بين الجمهورية الطاجكستان ودولة الكويت موقعة إعفاء الجوازات الدبلوماسي والسياسي، إعفاء من الفيزا، هذا واحد. ثانيا الآن حتى أي واحد إذا من كويتي يزور سفارة طاجكستان خلال 5 دقائق نحن نقدر نصدر الفيزا. وثالثا في أونلاين ويب سايت عن طريق الإنترنت كمان خلال يوم أهلا وسهلا فيزا. وكمان في المطار الدوشنبي أي واحد كويتي إذا كويتي ومقيم من الكويت بيزور طاجكستان في المطار طاجكستان الفيزا مفتوحة بيأخذ. بس المهم رغبة الكويتي إن شاء الله تكون. نحن نحب كويتين. أنا أريد يعني نقول أهلا وسهلا يا إخواننا يا كويتين، تفضلوا إلى السفر إلى طاجكستان. طاجكستان أبواب طاجكستان مفتوح، وبيقول أهلا وسهلا كويتين إلى طاجكستان.